السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأحبابي، نذكر اليوم ذكرا جديدا من الأذكار الواردة في شرعنا الشريف الشرع الإسلامي، وكنا في حلقات ماضية ذكرنا أذكارا قبل هذا الذكر. أما الذكر الذي نتحدث عنه اليوم هو قول القائل: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذكر مآله إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولا إثبات أن الله عز وجل بيده كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى المهيمن على كل شيء فعلا وتركا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. سيدنا أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، عبد الله بن قيس، وشهرته أبو موسى الأشعري. قال سيدنا أبو موسى الأشعري: سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، بأبي وأمي. قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بمعنى أكد له أنه كأنه يقول: أثبت على هذا الذكر الذي تقوله، لأنه سمعه بداءة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فبين له بأن هذه الكلمة هي من كنز من كنوز الجنة. ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى هذه الكلمة أيها الإخوة، لا حول ولا قوة إلا بالله؟ كثيرا ما نقولها. معناها فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البزار، الإمام البزار في مسنده، عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدري ما تفسيرها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي يسأل سيدنا عبد الله بن مسعود، يقول: تدري ما تفسيرها؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. هكذا يجب على طالب العلم أن يتأدب في حضرة العلماء، ولو كان يعرف الجواب يتصنع الجهل ويقول: لا أدري، لعله يسمع فائدة جديدة من الأستاذ أو الشيخ. قال صلى الله عليه وسلم: تدري ما تفسيرها؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. سبحان الله. نعيدها: لا حول عن معصية الله، الحول عن الشيء يعني الابتعاد عنه، لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. ما أحوجنا إلى هذه اللفظة، على هذا الذكر، وأن نكون عارفين معناه. هذا الحديث حسنه الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد. من الأذكار التي ندبنا إليها شرعا أن نقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. تعالوا إخواني لنعمل لنا وردا من هذه الأذكار الشرعية، فنحافظ عليها كل يوم في أوقات فراغنا، ونحن ذاهبون إلى أعمالنا، ونحن راجعون، بأن نكثر من هذه الأذكار ونداوم عليها. عسى الله عز وجل أن يقبلها منا، وأن يجعلنا من الذين يذكرونه الذكر الكثير. اللهم آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.